أعزائي مشاهدي ومتابعي فيتو في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد في الوادي الجديد. ونحن الآن في ضيافة صاحب الفضيلة الشيخ فتحي إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم أستاذ طارق. فضيلة الشيخ فتحي، يمكن بدأ منذ الأمس القريب طلاب المعاهد الأزهرية والمكاتب تحفيظ القرآن الكريم التابعة للأزهر الشريف في المشاركة والتصفيات على مسابقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. عرفنا حضرتك على تفاصيل مشاركة أبنائنا سواء طلاب المعاهد الأزهرية وطلاب مكاتب تحفيظ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين الذي أرسله ربه بكتاب كالشمس في ضحاها وسنة كالقمر إذا تلاها، فمن تبعهما عاش في وضح النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها. فبرب من رفع السماء وبناها وكسف الأرض وضحاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بادئ ذي بدء، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ طارق سرور، شرفتنا في منطقة الوادي الجديد معقل الأزهر الشريف بأرض الوادي الطاهرة. وعلى غرار مسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حفظه الله من حفظة القرآن الكريم من المعاهد الأزهرية والرواق للجامع الأزهر وأيضا المكاتب الأهلية، لدينا في منطقة الوادي الجديد 3 إدارات، وهي إدارة الخارجة وبها إدارة المنطقة وإدارة الفرافرة وإدارة الدخلة. متقدم من إدارة الدخلة 247 طالب على مستوى المعاهد، ومتقدم 292 من المكاتب الأهلية، و18 من رواق الجامع الأزهر. على مستوى الفرافرة عدد المعاهد أقل، فبالتالي المتقدمين أقل، فمتقدم 33 من المعاهد الأزهرية و20 من المكاتب الأهلية، ولا يوجد رواق في إدارة الفرافرة بإجمالي 53 متقدم. أما إدارة الخارجة لدينا من المعاهد 115 تلميذ وتلميذة، ومن المكاتب الأهلية 220 تلميذ وتلميذة، ومن الرواق الأزهري 8 بإجمالي 343 متقدم من إدارة الخارجة، بإجمالي المنطقة بالكامل 953، وده عدد رائع لحفظة كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مجهود يحسب من الإمام الأكبر بداية، ثم بفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الدويني، ثم فضيلة الشيخ أيمن محمد عبد الغني رئيس قطاع المعاهد، الذين أولوا اهتماما بالغا بحفظة كتاب الله ونشر هذه الثقافة وفتح معظم المكاتب الأهلية اللي احنا حفظنا عليها ومشايخنا حفظونا عليها، وهي الأساس، بحيث ان الطالب لما بيجي من رياض الأطفال وداخل الرواق وداخل حفظ القرآن الكريم بيطلع حافظ على يد مشايخ وليس على يد يعني مجرد ان هو قراءة او تلاوة فقط، ولكن بيحفظ بالأحكام، بيحفظ بالتجويد، بيحفظ بالإتقان، بيحفظ بالنقل عن مشايخه عن أساتذته. فده شيء يحسب وشيء عمل رائع، وأعتقد أن حضرتك يعني تجولت أو شفت المسابقة تسجل بالفيديو صوت وصورة، وهذا إن دل يدل على المصداقية، يدل على الشفافية، يدل على إعطاء كل ذي حق حقه. الكل بيؤدي عمله بمنتهى الأمانة، الكل بيؤدي عمله بمنتهى الإخلاص، الجميع متكاتف لإنجاح منطقة الوادي الجديد وإظهار الصورة المشرفة التي تمثل الوادي الجديد على مستوى الجمهورية. فضيلة الشيخ فتحي، يمكن حتى التقديم للمسابقة أصبح إلكتروني وليس ده صحيح. ده أيضا حتى لا يعني نقول منعا لأي تلاعب،
منعا بالضبط. لأي حد يروح المعهد يقول له املى استمارات هذا الفصل بالكامل، ولكن الحافظ فقط هو من يتقدم، علم على أهله وإقرار على التقديم الإلكتروني بمثابة إقرار من ولي الأمر على موافقته على مشاركة ابنه. جميل جميل، فهذا شيء طيب يحسب للقيادة يعني. يمكن أيضا فضيلة الشيخ فتحي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، المسابقة بتضم ثلاث مستويات للطلاب المشاركين. نعم عندنا ربع القرآن الكريم، عندنا نصف القرآن الكريم، عندنا القرآن الكريم كله، عندنا مراحل سنية مختلفة برضو للمسابقة، بحيث ان احنا ناخد اكبر قدر على قدر استطاعة كل مشارك. جميل. نعم. جميل. نعم. يمكن برضو فضيلة الشيخ محمد حسن مدير شؤون القرآن اطلعنا على ان حفظ القرآن الكريم منقسم لمجود ومرتل وعادي، احنا واخدين كل المستويات بحيث ناخد اكبر قدر من ابنائنا ونشجعهم. صحيح الجوائز، في جوائز قيمة جدا جدا، ولكن كل مشارك، وهذا وعد لمن شارك في منطقة الوادي الجديد، انه يكرم من المنطقة تحفيزا وتشجيعا لباقي الطلاب ان هم ينتموا انتماء الى القرآن الكريم والى الازهر الشريف. جميل جميل، هذه بشرى يعني. جميل، ربنا يبارك فيك وفي المنطقة. فضيلة الشيخ فتحي، رسالة حضرتك بتوجهها ل أبنائنا في محافظة الوادي الجديد، سواء طلاب المعاهد الأزهرية أو المشاركين في رواق الأزهر أو طلاب مكاتب تحفيظ القرآن. الله، أتمنى منهم الانتماء والولاء لأزهرنا الشريف ولقرآننا ولسنة نبينا، والمحافظة على الصلاة والمحافظة على بر الوالدين. فأهم شيء انه يفتح طريق النجاح والفتوح للابن او الابنة هو رضا الام والاب، فرضاهما قبل الجنة وضمن الجنة. فدعوة، احنا نعلم جيدا ان حب الاباء للابناء هي فطرة من الله سبحانه وتعالى. فاطمة بنت الخرشاب الأمارية كانت عربية فصيحة، فعندما أراد بعض الشباب أن ينالوا من علمها فسألوها سؤال، وكان لديها أربعة من الأبناء، فقيل لها أي بنيك أحب إليك، يعني مين من الأولاد الأربعة أنت بتحبيه أكثر. لو نظرنا إلى المرأة العربية أو العربية الآن سنجد ردودا متفاوتة، إما أن تقول البكري، وإما أن تقول آخر العنقود، وإما أن تقول الحنين علي، ولكن نأخذ الحكمة من المرأة الأعربية الفصيحة البليغة والبلاغة، يعني قليل كافي خير من كثير غير شافي. أكيد. فردت بإجابة قاطعة فقالت هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. لما بتجيب علبة كده كنز مثلا، تقدر تقول لي بدايتها فين ونهايتها فين؟ لا طبعا. طب ايه الاجابه الغريبه دي؟ لا، ده هو ده الحب الكامل للاربع ابناء. اكيد اكيد. اذا هي على درجه واحده، فاحنا عايزين زي ما احنا فطره ربنا ان احنا بنحب اولادنا وبنحبهم احسن مننا، لان هم اتنين في العالم كله اللي بيتمنوا ان ابنائهم يكونوا احسن منهم. الاب والام والاب ودول واحد. رقم اتنين المعلم. المعلم. وإلا ما وجدنا طبيبا ولا مهندسا ولا طيار ولا 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 طبعا. يبقى إذن الأب والأم دول فرد واحد، بر الوالدين. والمعلم، إذن إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. فأتمنى إن إحنا الرسالة تصل ببساطة، إن أبنائنا يبروا أولادهم وأبائهم، ودعوة من أب قبل أن أكون رئيس المنطقة، بوس إيد أمك وأبوك كل يوم، ستجد الفلاح والنجاح في طريقك بإذن الله تعالى.
في نهاية هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر لصاحب الفضيلة الشيخ فتحي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد. شرفتنا يا صاحب الفضيلة. شرف لينا يا فندم. جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا. شكرا على اللقاء الطيب. الآن بالمنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، عرفنا حضرتك على تفاصيل مشاركة أبنائنا طلاب المعاهد الأزهرية بالوادي الجديد في مسابقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأت بفضل الله تعالى يوم 27 من نوفمبر الجاري المسابقة، وبفضل الله تعالى لدينا بالنسبة للمعاهد 247 طالب وطالبة في مركز الداخلة، ولدينا في مركز الفرافرة 33 طالب وطالبة، وفي الخارجة إن شاء الله 115 طالب وطالبة. هذا بالنسبة للمعاهد. أما بالنسبة للمكاتب الأهلية، لدينا في مركز الداخلة 393 طالب وطالبة، ولدينا في الفرافرة 30 طالبا، ولدينا في مركز الخارجة 330 طالب وطالبة. وبفضل الله تعالى جوائز المسابقة قيمة تصل إلى 100,000 جنيه بالنسبة للمستوى الأول، وبالنسبة للمستوى الثاني 95,000 جنيه على مستوى الجمهورية، وهكذا إلى العاشر. بالنسبة للتصفيات، عدد الطلاب اللي هيتصعدوا على مستوى الجمهورية في شهر مارس إن شاء الله سيصل العدد لكام؟ لسه ما عارفينش. يعني هو اي حد هيجتاز الامتحان هيصفي على مستوى الجمهورية. في تصفيات اولية هنا، وفي تصفيات في القاهرة على مستوى الجمهورية. تصفيات الاولية هنا في شهر مارس ان شاء الله. احنا كده قلنا اجمالي عدد الطلاب المشاركين سواء بالمعاهد او بالمكاتب 953 طالب وطالبة. في